بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله فدل جارو خدنكي سيرتين أخلو من أكون نبنا نيني برا لنغران انترغن نينا ورم أكون ديبا اقتراح غريب من قريش ورد ورد طريف من أبي طالب الدنبي. لسه طبعا انا مرحلتني انا فترتني نا وكنا قاش المراك ابو طالب وهابينه النقر وس دو سيدنا وهابينه هابينه وزكابينه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعوتنا نصها بين عطال دنا نالاو تحاول نق نجر سعد زبنق صحابة سعد زبنق اندس ابو بكر جبير لما اطلقوا كلهم ابو بكر تنعفر زك عزبنق كله عثمان تعزبنق نس هم نس حابتنا وكن شو نقولهم ندمك النبي ابو طالب تلفرنا نبي نجون نقولنا ناني اقتراح جديد نحسن ما نقول اي يعني نحاولون نقول اي نهبينا زك هبينا بس نقر وس دو سيدنا لكن ابو طالب تلد يتون نقولنا قريب ان كان يقتني نسنا. طيب قلنا قلنا اقتراحنا قريش ينو نا حلقة رقم 21 تل لاقش قال نولوجن لاقش نين وراني اقتراح قريب من قريش ورد طريف من أبي طالب يعني اقتراح شيء قريب في يعني رستقاح شيء شيء يعني فهم سقاح شيء ولكن أبو طالب رد نين ورد وترجون وانسق ديبهم رد طريف طرفة مقديبه طرفة نقطة سنة جن إنه يعني إنسان ترجك سعو سنة جن. طيب ورأت قريش أن إنذارهم لم يجد نفعا ننا وسينا ولا رنا ان انذار دنا تحديدنا وسينا لا رئيسينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مادين في عمله خلاص هبي ناسك بدنا نقروني وان ترى لهم كلني شغل لي قدمك قايمك وابو طالب قائم ينصر بنصرته. ابو طالب يا اخي نقر واس بس نصر كله كابا كلهم وهذا يعني انه مستعد لفراقهم وعداواتهم ومناذلتهم في نصرة ابن اخيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلبثوا مليا يفكرون ويتشاورون. ابو طالب قال بنوصر واسكم كلها قد نقر وخلاص مرحلة لقى يغن الدنبي يعني مستعد جينا دي حرب الدكوت ورا مواجهة دي تورا نيدان دقرا وانترى لهم كلها دعواتني وصل قدامكم آلياتي نوصل فيكمكم ورهبني ينو نهبنا لاجش مقرح ليهر شهرة ليهر قدنين ليهر تفكير ليهر تخطيط ليهر لاجش تونق وهبنا إن حقسي دو سيدنا نينجن خير ده قالك دنا شغلوا إننا مجرمين دونا علمانيين دونا قالنا منافقين دو نا سنو كافينك أيوة فلان دي ناخنا ما كنا فلان دو فلان دو كودنا ناخنا ما كنا أيوة لخوا لخص كود كود نديب أيوة اندرار نوايا ما مكن أيوة خلاص ين جماهير سكتبنا أدام سكتبنا ندلخوا ندلخوا ينك نا منافقين إن عصرنا دو إن علمانيين نهبينك إن أدامر دين دي إن أدامر خير دي إن دعاء دي انا عادل ما نقول تو ما انكفرتي هير ايادو انشرك سير ايادو فهمون اخنين ولا فهم قد اخنين سواء كان يدرو ولا ما يدرو بطريقه مباشره او غير مباشره ان علمانيين اسنونا نكدموا نفس ما شغلنا نسون القناوقن باي طريقه تقال هناك لا اخلياني غير لفرنك لا اخسياني اقل فرنك لا اخسيها نور اكان لفرنك لا اخسيها ولا قنوات لي ولا مواقع لي قريتها بينك ان دوسي دنو عطل دنور جربانك نينها طبعا كفر دي ملت ان عداء اسلامو دي اسوقون الاموريو ان حقسي بيان دور زهر دور هيمن دور سيطر دور الكلمة العليا لله رب العالمين وللاسلام دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخذونا جربوا قريو مجرمين قريو ضعفاء نفوس بنك. وحتى وصلوا الى اقتراح غريب فقد جاءوا الى ابي طالب ومعهم عمارة بن الوليد سيد شبابهم وأنهد فتى في قريش أجمله فقالوا يا أبا طالب خذ هذا الفتى نيدينا نفرنين القوق يعني الشاب قالستق تقياق نوياق نيدنا عصنو نيدنا عصنو خذ هذا الفتى فلك عقله ونصره
واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، فنقتله فإنما هو رجل برجل. فعلا هنا اقتراح قريب جدا. لا ان سبحان الله، هو الله سبحانه وتعالى يقول ولا تذروا وذرة وذر اخرى، وراح بيقول اننا فرنين لا راح بيقول بس شخار خرجن تكيا خرجن ترودرجن يعني حيارجن انسان نوتا كحقن مخرنوا لنا عصنوا لنا عماره بن الوليد سيد شبابهم، يعني معلش يعني انسان احسن واحد قالنا وانهد في قريش، يعني انسان قومبخ، يعني انسان فوق الانسان تمام شابسي ناصنو هني ننس اني انا ادي نسونو هنا كما كخرا سيلو ان كخرا ان محمد يا نخينا ندينينا وسفرق نجماتينا وسفرق نكوكول مشاكل سيخ نحلامينا وسفاه ونالتينا وسفاه نيتين كونولو وقر وقر واتقن، يعني رجل برجل نيس ادي نيس اوينا ما ين كونولو خلصتنا من باري ينقلو ابو طالبتي ناس يوا مشركين من قريش وقن ان من كفار جن مريو حبيب اي ابي نازك حبيني نقر وس يعيدنه نقر وس دوس يدنه انا دعوات مين انتشر سجن خلاص، يعني بركزنتك حساب اريو شخني محمد اريو شخني نين قلنا محمد وهبنا دايق ننلو وهبنا دوس ننلو وهبنا ابو جهل ابو لهب مين ومين انه مشركين انا كفارنا منافقين نين ما نرقوا ان افعالنا والدنا نزمان القري وحصلهم كلها واستنبط أوجار عقل أول وقال لا دونتك حصلك مجتمعات لي قريهم ما مجتمعات لي نورات نيدو سكة تمانو قدامت الفتنة تتكاية فرو جساسة تتكاية فرو مقل النار فرو قاب كاية قأسو نميمة كاية سو قيبة كاية سو فتنة كاية سو 24 ساعة فلان دو كودي فلان دو كودي نهابي نيخ ناس يتي نهابيخ نهابيخ نقاب نواتكو نينق النورات نفس الناس يونو كدمون رقنا آخر شيء قاي ناخد يبو نير نحل نير قاي نخ منا نقترح قريب سنها بينا قدم نروح له أبو طالب تل محمد توينا نينا نا قرانيس أدي ينها كونو الباري ينخ له أبو طالب ورا يخونو لهم لقنا قدر لاغج واسنو الله. قال أبو طالب والله لبئس ما تسومونني ما ساوى ما تمنين لبئس يعني أقبح أسعب أكعب نيسانك واني قيخ نيد من نيد انتدنخ تبح منكور منكور نيسانك واني قيخ صنعت أكجة نيد ما يستغيستك ما يقول لا سير حمسة الدام اللي خد بدلو له زنب انك قاحو ندين وراب يخون وريك راكون نكون انها اندين ان يقول لسنك أخرامك ايه يقول لسنك أخرامك ايه يقول ناو سجارة اما صولهم نكونان يا نو سنة كدينة تقابا قلنا يا أخيين يعني أمور مثلا عدلك دي زدت وسقا قلنا هنين ينا قبيلة تخقن ينا 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 كوغض تخقن ينا بري تخقن أحما مثلا عدلك دي زدت وسقا قلنا لين دين لحقن يترق لا دين ني لك واني رشاو حياتي ونسكي ومماتي لله رب العالمين نيو قرابت قنجيلة تقول كنا أخراسك خلاص كرديسك إن النبي صلى الله عليه وسلم رقى سنكنا نيا سنكنا دين دين واني قيدا بإنسان قيد شغلان دينغن قدامتي كبزاو دينغن قدامتي عزت واخو دينغن قدامتي سعادت واخو للدنيا ورا اخر يغور راحت بال واخو لدينغن دين ماني قد يبو انسان ورا فايده شخون ورا قيمه شخون لا قيمه شغله نيدي ان بهايم دي قاود جا اودي سنغن يمكن ان بهايم كيتنا اخو زغلا دونت قولي ان بهايم جالس عبادتي عشان كده رب العالمين قال بل اضل احيانا اقل اكن كمان ان ادمين ان درجه حيوانيه انا قي ناس انا ما نا عزة نين وهابي النبي صلى الله عليه وسلم سبب الدخول له قال أبو طالب جاء سخر اللي بالوريا يقول لنقون والله لبئس ما تسومونني به لبئس ما تسومونني أتعطوني ابنكم أقضوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبدا انت خلاص ويه يعني انت رخ أودانك ويه أن قيسير له من بريسير له كبير له أستخدمير له يخلص وياك كوتنا له والله إني أنا أكلني ولا هذا والله لا يكون أبدا نهاية أكلان نجاب نس ابن هشام ذكره كله يعني كله نموضوعين أكوا خلايو نهبه
النبي صلى الله عليه وسلم جار أجا دخلو كودو نموقف نير قد جلنتك ناو مكر لاخد حيلة لاخد دسائس لاخد خيانة لاخد غدر لاخد جوجل لاخد انترنوك النبي صلى الله عليه وسلم قد جدك جار جوجل بدولة مقوه شان كده إنسان دعوات كدمه إنسان حق جربه إنسان عدل جربه لا أكان لي موقف رأي قال دسانك ورأي حراج لاخ ورأي قمت خلاص فشلخون يرأس تسلام لاني جوج أبستم جوج أري خنبك نتناها بنا أنتي رادي قد فكري فكري بحيث أنه أنتي وهابرس ما درت ندي نقولي أن رسالتنا عزتنا وهنا دي نتقني أرنش عنهن. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.